البنات كي راكم دايرين، شوفوا الكونكونط راه كتسناكم. كي صبحتوا مزيان، نتمنى كلكم تكونوا على خير وبخير وتكونوا مزيانين. سمحوا لي على هذه الحاله، راني كيوجعني شي شويه راسي، امبارح ما نعستش مزيان. مهم، بغيت ندير معكم واحد الروتين هذا الصباح، بغيت نوريكم شي حوايج. المهم انا راني غسلت الحوايج وغادي تقريبا رديت الغدا يطيب. هلا راني درت العدس هنايا يطيب، درت معاه البصله، كثروا البصله في العدس كيبغي البصله بزاف. درت معاه واحد مطيشه راني درتها معاكم، دابا نحطها شويه سكنجبير، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الملحه، شويه ديال الثومه، شويه ديال البزار، شويه ديال الحامض مصير، راه كيجي رائع في العدس. وغادي نزيد عليه شويه ديال الماء هكا، وغادي نسد عليه الكوكوط. هادشي اللي كاين، وفاش يطيب غادي نستناه شي شويه وغادي نعاود نحلو، نشوف الا بغات هين تاكل خيزو غنزيدو، الا ما بغات ديال السلطه كانت بقات لي من البارح غادي نديرها حتى هي للغدا. وجبت معايا شويه ديال السردين، غادي ندير له خلاص الشرموله معاكم. غادي نحك واحد البصله هنايا، غير جربوا البصله راه كتجي رائعه الصراحه. غادي نحك هذه باش تبقاش هذه، غادي نحكها. الملح، ندير شويه نتاع ما تكثروش الملح، لحقاش الا كنتو غديروا العطريه ديال الحوت راه كتكون مالحه، ما تكثروش العطريه بزاف. هنا عندي العطريه نتاع الحوت، انا كنشريها واجده رغم عندي المقادير حتى نشاركهم معكم، غير خاص شويه الوقت وصافي. انا نعطيكم العطريه ان شاء الله ديال اللحم، ديال الدجاج، ديال الحوت، المروزيه. ندير شويه ديال الثومه، غادي ندير شويه نتاع راني طحنت هنا شويه ديال القزبر والمعدنوس وشويه ديال الحامض مصير، راه كيجي زوين في الحوت ولا في العدس، غير جربوه وتشوفوا اللوب ديالو ماشي هو صافي. وغادي نزيد واحد نص كاس نتاع الماء، دير واحد الماريناد، المهم شرموله بحال هكا، ما ديروش معها الزيت في الاول لحقاش الزيت ما كيخليهاش تمتص، يعني تستافد من ديك الشرموله. ديروا لها غير هكا يا شويه نتاع الماء صافي، وديروا فيها الحوت ولا الدجاج ولا على حسب الشرموله، ما هذه الكسره ديال الحوت صافي. وغادي ندير له هكا باش الفيديو طويل. المهم حنا ناض الصباح، فطرت هاد النهار، عندي واحد الفطور زوين انا من عشاق الخليه، اليوم فطرت بالخليه. ان شاء الله حتى نوريكم الطريقه كي ديروا تصايبوا القديد، كي ديروا تنشفوه، لي زاستيس ديالو، كي ديروا تصايبوا الخليه. راه كنصايبو كنصايبو بواحد الطريقه اللي هي سهله وناجحه 100%. المهم انا البنات انا غادي ندوز معاكم شويه للتنظيم، وبغيت نصايب واحد سميتو انا قلت لكم قبيله، داك المره كنت صورت واحد الفيديو على حساب كي ديروا نيطواي والرخام والجليج. المهم كنت نيطوايت الكوزينه هذه واحد السيمانه كامله، هذاك الفيديو تمحى لي. دابا غادي نمشي معاكم ايطاب بار ايطاب، غادي نصايب، غادي ندير تنظيم لواحد الخزنه عندي ليها، ومن بعد غادي نجي لهاد المجوره هادو وغادي نوريكم. لحقاش انا ديجا مسحت الاخرين، بقاو لي غير هاد المجوره هادو خليتهم باش نوريكم الطريقه كي ديروا تمسحوا الخشب واش شنو هما لي برودوي. لحقاش الخشب الا درتو له الماء ولا غسلتوه بشي حاجه راه كيتنفخ، انا غادي نوريكم الطريقه كي ديروا تمسحوه، ومنها ننظموا هاد المجوره ونعاودوا ننظموا دوك الخزانات ديالي. يلا البنات البنات، بغيت نصبغ، راني شريتها الماتيريال باش غادي نوريكم بعدا عاد نكمل عاد نشطب. ها هو الماتيريال باش غنلصق هذاك، وشريت حيت راه غالبا الرجال ما كيكونوش مساليين لنا لهذا الشيء، اللهم ديروا راسنا. شريت هذا
هاد الصبغه بيضه وهاد البانسو، وشريت هاد ليفيس، هاد هاد ليفيس مع الشوفيات ديالهم باش نصايب. هذيك شريتها واحد المره البنات، بغيت نوريها لكم، شريتها من بريكوما. هاد اللعيبه هذه السراجم كتحيد كاع داك التراب اللي كيكون لاصق في ساعه. المهم راها براتيك، بغيت نوريها لكم. دابا غادي نكمل، غادي نشطب هاد، عندي شي شويه ديال لا بوسيير هنايا، غادي نحيدها وندوزو باش نصايب. Thank you.
ساليت القليان ها الزيت شتي لو كان ما كنتش كندير ديك الطريقه غتلقاها عامره بالطحين
الغدا ديالي اللي وجدت باش نتغدى باش نكمل داك التنظيم البلاكار. هذه الشلاضه كانت بقات لي من البارح، هاد المكونات درت بهم هاد الشلاضه هكا دغيا بالزربه. هذه العديسه والحوت. مهم هذا هو غدانا البنات. غادي نرجع معكم هاد نخدم هادو هنا هاد البلاكار هذا. البنات هذا هو، انا حطيت هذوك الحوايج ديال الكهربائيه اللي عندي، انا استفتهم هنايا، وهذيك الجهه الفوقانيه حطيت فيها دوك الحوايج ديالي ديال الكاطو عرمه عاد ما كفاتش، وواحد الطاسه راني حشيتها من مور دوك الحوايج. وخلاص هاد الجهه اللي قلت لكم خليتها ما درتش فيها الخشبه لي زيطاجير، انا خليتها درت فيها الطحين، وديك الشويه درت تما حيت ما لقيتش ما كفاتنيش البلاصه لهي ما دخلاتليش. مهم نتمنى هاد الطريقه هذه تعجبكم، وان شاء الله الفيديو الجاي يكون فيه جزء ثاني غادي ننظموا داك المعونه نعاودوها عاوتاني مره اخرى، حيت كما عرفتوا راهم لي فيديو تمهاولنا. نتمنى هاد الفكره هذه تكون عجبتكم، وان شاء الله المره الجايه غادي نديروا حتى تنظيف ديال الخشب. يلا خليتكم على خير.